لا الفتح يعني قلنا في العناوين يهز أركان الدوري، يعني لا يزعلون من الاتحادين، بس والله الفتح لا يعني يعني قدم مباراة جميلة، متعنا اليوم بصراحة أكثر من الاتحاد، وثلاث نقاط مستحقة. نتابع التقرير فريق التالي، نتحدث عن المباراة ونعود نتحدث مع أبو أحمد. كسب فريق الفتح اليوم احترام متابعي كرة القدم السعودية بعد أن أكد أن كرة القدم لا تخدم إلا من يخدمها، حين فاز على مضيفه الاتحاد بهدفين لهدف واحد في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة. بالسيناريو المنتظر فقد شن الاتحاد هجماته مبكرا على المرمى الفتحوي، إلا أي من تلك الهجمات لم يعرف طريق المرمى. وبسيناريو المهارة الفائقة فقد كاد أحمد البوعبيد أن يسجل أجمل أهداف الدوري بعد أن تلاعب بالدفاع الاتحادي وكاد أن يلحقه حارس مرماه قبل أن يرفض الأخير ذلك ويحول اللعبة لركلة جزاء، ليتقدم لها ذات اللاعب ويهدي لاعب فريقه الهدف الأول كمكافأة منه لهم لانضباطهم التكتيكي وأدائهم الرفيع. لا شيء على الاتحاد على عكس سيطرة اللعب. بعد ست دقائق فقط يتحصل القائد الاتحادي محمد نور على ضربة جزاء مماثلة نتيجة إعاقته من صاحب الهدف الفتحوي أحمد البوعبيد. يعود محمد نور بالمباراة لنتيجة التعادل بعد تسجيله للهدف الأول. الدقيقة 39 محمد نور يعادل الاتحاد مع الفتح بهدف لكل منهما. يزج فتح الجبال مع بداية الشوط الثاني بالبديل ربيع سفياني لتنشيط منطقة الوسط والهجوم. كان له ما أراد من الهجمة الأولى حين ارتقى سفياني لعرضية أبو عبيد ويحولها للشباك الاتحادية كهدف ثاني للفتح. الثاني إذا الفتح. يتحصل نور من جديد على ضربة جزاء جديدة بعد إعاقته من الدفاع الفتحوي. يتقدم لها كالعادة محمد نور، ولكن محمد شريفي لا يلدغ مرتين من ذات اللاعب. وبعد أن أضاع الهجوم الاتحادي كل الهجمات السانحة لتعديل النتيجة، جاء دور الدفاع فتسلل حمد المنتشري من خلف الدفاع الفتحوي ويستلم كرته بارتياح، إلا أنه حولها لخارج الملعب. ليأتي الدور الآن على أسامة المولد بذات الكيفية وينهي الهجمة بذات الشكل. يواصل الفتحويون الذود عن مرماهم حتى إعلان حكم المباراة صافرة النهاية، ليحقق الفتح فوزا ثمينا جدا خارج أرضه ويرفع نقاطه للنقطة 12 في المركز السادس، فيما ظل رصيد الاتحاد على 13 نقطة في المركز الخامس. أبو عبيد، أبو أحمد، أبو عبيد والفتحي والمهندس العفالق والفتح، بصراحة هو شوف والله ربما الوقت لا يسعف كثيرا، ولكن الفتح يستحق الكثير من الكلام والإشادة والاحترام والتقدير، وأيضا نادي الاتحاد يستحق الكثير من الكلام، لكن ربما سأختصر بسبب الوقت. خلينا في الفائز. والله لازم أعطي برضو الاتحاد شيء بسيط يعني طيب. لكن الفائز يستحق كل التقدير. هذا ينم عن الاستقرار، دائما نطالب بالاستقرار. الخامس سنة للكابتن القدير فتح الجبال، يعرف ماذا يريد ويعرف من يريد ويعرف كيف يختار. لو مثلا أعطيك مثال على محمد شريفي، كان لعب حارس في النصر كثيرا مع أبدع، اليوم شاهدنا هذا يصد ضرب الجزاء وكاد يصد الضربة الأولى حتى أمام نور. له ثقلة في الفريق، عنده لاعبين ثابتين، عنده اختيارات جيدة في الأجانب، عنده تكتيك دائما يعجبك، أنه عنده انطلاقات مدروسة، لاعبين أصبحوا معروفين في الوسط الرياضي وفي الدوري زين. كل هذه المعطيات، أيضا لا أنسى إدارته الشابة، وإحنا نقول دائما الفكر الشاب يجب أن يسود في الوسط الرياضي. أدي الفتح وغيرها من أندية أخرى نماذج مشرفة تؤتي العمل على وتقدم العمل على حقيقته من خلال فكر يناسب العصر. إيش رأيك في هدف أبو عبيد؟ نعم، هدف أبو عبيد. أبو عبيد مش أول مرة يبدأ. وحتى على فكرة في ضربة الجزاء عندما أيضا اللي هو أحمد أبو عبيد في الضربة الأولى
عندما يعني راوغ المدافع اللي هو طبعا وسام المولد. وسام المولد واحد من عمالقة الدفاع. صحيح. أضف إلى ذلك يمكن لو رجعنا لمباراة النصر كان أيضا مبدع جدا في هدفه كان جميل. نعم. وليست هذه المباراتين فقط, في كثير من المباريات والأحداث. لذلك نقول أيضا أن المنتخب الرديف إن شاء الله أنه يكون فاتحة خير على مثل هؤلاء اللاعبين. إذا انتقلت بسيطا وسريعا إلى نادي الاتحاد, الصراعات اللي بين الإدارة والمدرب دائما الآن تظهر, تظهر مع تباعا, تظهر تدريجيا. لكن أنا أيضا معليش أنا أحب نايف الزازي, كثيرا ما شدت فيه, كثيرا ما قلت أنه هذا هو المهاجم الأول, كثير قلت هنا وفي أكثر مكان. أنا كتبت أحد مقالي الأسبوعي في الرياض وأشرت إلى ميسي واللاعبون السعوديين اللي إيش أصبح يهتموا بشعورهم وبربطات ومدري إيش على حساب العمل الميداني. للأسف نايف هزازي الآن بدأ ينجرف خلف هذا الشيء, وحتى اليوم احتجاجاته كثيرة على الحكم المساعد بإشارات يفترض أنه يراجع نفسه جيدا فيها, لأنه أنا أخشى على هذا اللاعب أن ينتهي سريعا. والله أخشى كثير, لأنه لاعب صراحة مهم جدا. نايف هزازي أكرر أنه مهم جدا كلاعب, عنده مقومات, لكنه صار ينجرف خلف أشياء أتمنى أنها لا, أتمنى تدارك نفسه. أخيرا الحكم يضيف اليوم الشيء الكثير للتحكيم السعودي, أهنيه وأشكره وأهنى أيضا لجنة الحكام. شكرا لك أبو أحمد, شكرا على وجودك معنا. شكرا لك. نودعك ونذهب إلى فاصل قصير, بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.